أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم أسامة الشباعي، مؤسس مكتب الاستشارات في التحول الرقمي ديجيتونسي، وذلك لسلط الضوء على المستقبل الرقمي في المغرب والحاجة إلى تعزيز السيادة الوطنية الرقمية. أهلا وسهلا سي أسامة. أهلا سي عبد الله، شكرا على الاستضافة ومرحبا بمتابعين موقع وصفحة أنفاس بريس. بداية سي أسامة، المسار المهني ديالك سي أسامة؟ أنا مهندس في مجال الرقمي، أسست مكتب ديال ديجيتونسي اللي هو متخصص في التحول الرقمي، ومن طفعي الجامعوي يعني في المجال الرقمي، وبصفة عامة في المجتمع المدني في المغربي. نعم سي أسامة، مؤخرا كانت تروح واحد العطب عالمي على مستوى المنصات ديال فيسبوك واتساب انستغرام. شنو هي التعليق ديالك على هذا العطب؟ وثانيا واش ممكن يعني نعيشوا بدون هذه المنصات هذه؟ اولا العطب اللي صرا نهار الاثنين مع حوالي الساعه الرابعه في الزوال بتوقيت المغرب، المواقع الفيسبوك وانستغرام واتساب اللي كما كنعرفوا كينتميو لنفس المجموعه اللي هي مجموعه فيسبوك، ومبنيين على تكنولوجيا موحده. نعم. الاشكال اللي طرا ولا المشكل اللي طرا على حساب المصدر اللي هو فيسبوك هو كانت واحد العمليه ديال الصيانه، يعني عمليه عاديه، وطرا واحد الخطا بشري في هذيك العمليه اللي خلى ان باش نبسطوا المفهوم التقني، خلى ان الطرق اللي تؤدي للخوادم لي سيرفور ديال 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 هاد المواقع ما بقاوش معروفين في انترنت، بحال تمحاو ومنتج عليها واحد يعني عدم الديسبونيبيليتي ديال هاد المواقع في واحد المده ديال 6 سوايع، اللي هو واحد الشيء نادر، ولا عمرنا ما لاحظنا واحد التوقف ديال هاد المواقع لهاد المده. هاد 6 سوايع بزاف ديال الناس عبر العالم يعني حسوا ولا افتقدوا واحد الاستخدامات، واحد السلوكيات اللي طوروها، وهذا دليل على يعني الاهميه ديال هذه المواقع ولا هذه الادوات ولا الاليات الجديده ديال التواصل الاجتماعي. كاين بعض يعني الاستخدامات والسلوكيات اللي هي ايجابيه وعندها واحد القيمه مضافه بالنسبه للافراد، وكاين جوانب اخرى اللي بدينا كنكتشفوهم وبدينا بداو يعني الدراسات كيثبتوهم اللي عندهم واحد الجوانب سلبيه، وهذه نقطه مهمه في هذا المحور ولا بالنسبه للسمعه ديال شركه فيسبوك اللي نقدروا نطرقوا لها حتى في هذا اللقاء. واش في نظرك سي اسامه ممكن يعني نستغنوا على هذه المنصات هذه؟ ولكن هذه الادوات الرقميه يعني كنتكلم على الخاصيه ديال وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا مواقع بحال فيسبوك عندهم اكثر من 2 مليار ديال المستخدمين في العالم. في المغرب الناس ب 20 عندنا 29 مليون يعني مغربي اللي كيتصل بشبكه العنكبوتيه بانترنت، جانب الشركات هما كيستعملوا في التواصل المهني. تماما من هاد 29 مليون عندنا 27 مليون ديال المغاربه اللي هما في وسائل، عفوا من 27 مليون مستخدم عندنا 22 مليون ديال المغاربه اللي هما مستعملين ديال وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما يدل على الاهميه ديال هاد الادوات. نعم. اللي كيستخدموا يعني في استعمالات شخصيه وفرديه كالتواصل كالبحث على المعلومه، حتى وسائل التواصل الاجتماعي ولاو عباره عن محركات بحث ايضا الناس كيستخدموهم في هذا الاتجاه. وبالنسبه للشركات وبالنسبه للمقاولين الذاتيين، بالنسبه للناس اللي يعني النموذج ديال الاعمال داير على 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 هذه المنصات، واش حاجه مزيانه ولا لا؟ ان يكون عندنا هذه الفرص هي حاجه مزيانه، ولكن اننا نكونوا يعني ديباندون ولا نكونوا ما نقدروش نستغناو عليهم في خلق القيمه المضافه، هذه واحد الـ يعني واحد النقطه مهمه جدا
بالنسبه للسياده الرقميه ديال واحد الدوله، يعني مفهوم السياده الرقميه بالنسبه للشق الاقتصادي حيت عنده عده جوانب، هي القابليه ديالك على خلق القيمه المضافه في الاقتصاد الجديد اللي هو رقمي بامتياز. يعني خص يكون عندك السبل والاليات والوسائل يعني تحضير العنصر البشري باش نكونوا منتجين في هذا الاقتصاد وما نكونوش غير مستهلكين. بالنسبه للافراد، نتكلم في هذه النقطه الاستخدامات السلبيه، ولينا كنلاحظوا واحد النوع ديال التطورات على يعني على الهيئه البسيكولوجيه للمستخدمين ديال وسائل التواصل الاجتماعي. بحالاش يعني ولا واحد المحتويات ربما كيأثروا على 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 السلوكيات ديالنا. هو موضوع كبير ومهم يعني كيتطرق للسمعه مثلا ديال الفيسبوك اللي طراو عده احداث عبر العالم، منها الانتخابات الامريكيه في 2016 وفيسبوك اللي كان واحد الوسيله للتاثير على الراي العام، معلومات زائفه يعني واحد النوع ديال المحتويات اللي ربما خلاو التطرف يصعد بواحد الشكل ملحوظ. وسؤال يطرح على مسؤوليه شركه فيسبوك بالنسبه للوغاريتميات ديالها وبالنسبه للميكانيزمات اللي كتشتغل بهم. كانت واحد الدراسه دارت مؤخرا تبتات ان مثلا يعني الشابات في قل 18 سنه من المستعملين ديال انستغرام ولا عندهم واحد الاضطرابات نفسيه واحد الاضطرابات غذائيه اللي السبب ديالهم هو هذيك الصوره المثاليه ديال جسم المراه اللي ربما انستغرام كي 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 كيسوقها في الاليات ديالو ولا في اللوغاريتميات اللي كيشتغل بها. هذا الشيء كامل غير باش نقولوا ان وسائل التواصل الاجتماعي ما فيهاش غير من واحد الجانب ديال يعني ديال خلق القيمه المضافه في الاقتصاد ولا في التواصل ولا بالنسبه للافراد، كاين واحد الجوانب سلبيه، واحد الادمان رقمي، واحد المساس بالراحه النفسيه الرقميه للمستخدمين اللي ولا يعني واحد لو سوجي ديال الراي العام داكتواليتي. نعم سي اسامه، في ظل تسوق الشركات العالميه المعروفة بمجموعة غافام، جوجل، مايكروسوفت، أبل، فيسبوك، يعني في المجال الرقمي والاقتصاد الرقمي العالمي، كما شرتي سي أسامة يعني ضرورة تعزيز السيادة الرقمية والاقتصادية الوطنية، كيف ذلك سي أسامة؟ هي يعني الخطورة ديال الهيمنة ديال بحال هاد الشركات الكبرى كتكمن في يعني كما لاحظنا اننا ما قدرناش نستغنى عليهم بالنسبه لخلق القيمه المضافه في الاقتصاد الجديد. هذا نقطه مهمه. كاينه واحد النقطه اخرى بالنسبه للحساسيه ديال المعطيات ذات الطابع الشخصي اللي ما عندكش في التراب الوطني ديالك اللي كيمتلكهم هاد الشركات الكبار. هاد المعطيات ذات الطابع الشخصي نقدروا نستعملوهم واحد الاستعمال يعني اللي يقدر يزعزع الاستقرار ديال المجتمع. كنا شرنا لافير اللي ولا كتعرف اسم كامبريدج اناليتيكا وكيفاش واحد الشركه اللي استغلات المعطيات ديال المستخدمين ديال فيسبوك باش يفهموا يعني يفهموا البسيكولوجيا ديال المصوت الامريكي ويحاولوا ياثروا عليه باساليب جديده اللي ما كناش كنعرفوها وقدروا يبدلوا يعني ياثروا على الراي العام ويبدلوا على السلوكيات بالنسبه للانتخابات الامريكيه. كانت عده يعني تجارب في البرازيل في بريطانيا اللي يعني القاسم المشترك هو استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي. يعني الغايات تقدر تضر بالسياده ديال 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 الدوله. هذا واحد النقطه ثانيه من غير يعني عدم القدره على خلق القيمه المضافه اللي هي المعطيات ذات الطابع الشخصي. و يعني صلب الموضوع هو التحول الرقمي في المغرب، هو القدره ديالنا على اننا نجاوبوا على هذه التحديات. بالنسبه يعني بالنسبه للاقتصاد الجديد وخلق فرص عمل وخلق يعني منظومه اللي كتخلق لك يعني اساليب جديده في 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 الاقتصاد، الرقي بالعنصر البشري، يعني واحد المشاكل ديال الفجوه الرقميه اللي كبيره عندنا في المغرب. يعني خصنا واحد السياسه ديال الادماج
رقمي، يعني باش 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 نرقاو بالسلوكيات وبالاستخدامات ديال المواطنين ديالنا باش نقدروا نجاوبوا على هاد التحديات. كاين مثلا تحديات ديال الامن السيبراتي اللي خص يكون عندنا القدره التقنيه ولكن ايضا القدره التشريعيه باش نجاوبوا على هاد التحديات. وهادشي ما يقدر يكون الا بواحد الرؤيه شامله على المنظومه العامه وبواحد السياسه اللي تنزل في جميع القطاعات، حيت الرقمنه ولا القطاع الرقمي ما بقاش غير قطاع، يعني ولا واحد واحد القوانين في العالم الجديد اللي خصها يعني تعم جانب جوانب المجتمع. جائحة كورونا واش سرعت من التحول الرقمي في المغرب، الاقتصاد الرقمي، رقمنة الإدارة العمومية وما إلى ذلك؟ الأزمة ديال الكوفيد خلاتنا نوصلوا لأول مرة ربما لواحد النتيجة اللي هي أن المغاربة يذوقوا يعني القيمة المضافة ديال الرقمنة، ما بقاش غير واحد الآلية ربما الترفيه ولا واحد الادوات للتواصل، ولكن حلت مشكل بالنسبه للتعليم عن بعد، بالنسبه للتطبيب عن بعد، بالنسبه في حالات يعني بالنسبه للمساعدات المباشره في الازمه ديال الكوفيد. كان واحد طفره في الاستخدامات والسلوكيات ديال المغاربه في الفتره ديال الكوفيد، زاد واحد 4 مليون ديال المغاربه ولاو مستعملين جدد ديال الانترنت. بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي واحد العدد كبير ديال الملايين المغاربه اللي يعني تسجلوا في هاد الوسائل في الازمه ديال الكوفيد. وايضا بالنسبه للشركات والقطاع الخاص، تكلموا على واحد التحول رقمي يعني منذ سنوات، لربما الشركات ديالنا كانت واحد الوتيره بطيئه باش انها تستوعب شنو هو هذا المفهوم ديال التحول الرقمي. ما كنتكلموش غير على رقمنه، كنتكلموا على تحول ايضا. الكوفيد خلاهم يحسوا بالضروره ديال يسرعوا من الوتيره ديال التحول الرقمي ديالهم. وايضا الاداره اللي هي واحد يعني واحد الرافعه بالنسبه للتسريع الرقمنه في المغرب، حتى هي غتخلي المغاربه يذوقوا ديك القيمه المضافه ملي كنمشي نطلب واحد الاجراء اداري ب ب ب ب ب يعني بواحد الوسيله رقميه اللي كنتحصل عليها بواحد السرعه، بواحد الشفافيه، بواحد التجربه ديال 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 المواطن اللي كتكون مريحه. هذا غيسرع من الاستخدامات. يعني الاداره ايضا كانوا فيها يعني واحد المبادرات حسنه طيبه اللي قادتها الوكاله ديال التنميه الرقميه، كتبقى غير كافيه حيت تحديات كبار، ولكن عطات واحد الدفعه للامام اللي خصنا نبنيو عليها بشكل استباقي، وما نبقاوش نتسناو حتى ترى شي ازمه ولا تيطرى شي مشكل عاد نفكروا كيفاش نتفاعلوا معه. نعم، على مستوى المشاريع القوانين التي تهم المجال الرقمي في المغرب، شنو ابرز المستجدات ديال هذه المشاريع سي اسامه؟ هو بيسر تاكيد يعني تسريع التشريع في هذا المجال لخلق يعني الظروف المواتيه باش تكون واحد الطفره رقميه في المغرب. خاص واحد المشاريع القوانين يتنزلوا ولا يتطوروا في عده جوانب. ربما ابرز مشروع قانون اللي كان نزل مؤخرا هو مشروع ديال الامن السيبراتي. وهنا حيت ربما فهمنا الحساسيه ديال السياده الرقميه وديال لي ريسك اللي يقدروا يجيونا من على برا، يعني بواحد الدافع امني اولا نزلنا هذا القانون بواحد السرعه اللي كيخلي الاداره وكيخلي بعض القطاعات الحساسه تلتزم بواحد دفتر تحملات بالنسبه للممارسات السيبراتيه ديالهم. ولكن كما قلت لك عده تحديات، كيفاش المقاولات الصغرى والبسيطه والمقاولات الناشئه يعني يتسرعوا من الولوج ديالهم للسوق. آلية التمويل بالنسبه لهذه الفئه ديال الشركات، كيفاش الشركات الكبرى يعني تعطي المثال
وتهي تسرع من 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 من, من وتيره التحول الرقمي وتخلق فرص بالنسبه للمقاولات بالنسبه للنسيج الاقتصادي ديالنا. كيفاش المواطنين يلقاو من السلوكيات ديالهم؟ كنتكلموا على القوانين، كنا شفنا واحد المحاوله واحد المشروع قانون اللي كان كيتناقش في المجتمع، ما سمي بقانون تكميم الافواه، وكنا لاحظنا ان كيتطرق يعني فرض واحد العقوبات بالنسبه للمستخدمين اللي غينشروا اخبار زائفه ربما في وسائل التواصل الاجتماعي. الاشكال هو بعد هاد المستخدمين يقدروا ما يكونش عندهم الوعي الرقمي الكافي ولا القدرات الرقميه باش يكون محاسب. يعني كيفاش الفلسفه ديال 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 القوانين ديالنا تخرج من واحد الفكر ربما كيطغى عليه الجانب الامني اكثر، ونكونوا في واحد المسار ديال 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 التمكين. كاين مثلا كنتكلموا ديما على القوانين، كاين شي قوانين اللي كيخلقوا عائق بالنسبه لهذه السياده الرقميه وخلق الاتصال الجديد. مثلا كاين شي تكنولوجيات واللي البلد ديالنا يعني غني بالطاقات البشريه، كاين يعني شركات ناشئه ما يسمى بستارت اب، عندهم مبادرات اللي كيعتمدوا على التكنولوجيات، القانون اللي كاين يعني كيمنعهم انهم يقدروا يولجوا للسوق. يعني نقدر نلخص لك الفكره في كامله في كيفاش القوانين ديالنا تكون يعني واحد الرافعه اكثر ما تكون واحد العائق بالنسبه للنهوض بالمنظومه الرقميه، باسكو المنظومه كامله اللي خصها تطور. مثلا الدول الافريقيه من وراء المغرب وجات قفزات في هذا المجال، الا خدينا مثال رواندا كما اشرتي ان القوانين كتلعب واحد الدور يعني في التسريع من التطور الرقمي في المغرب. تماما علاش؟ حيت يعني كاين واحد الاهتمام على 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 المستوى يعني على مستوى اتخاذ القرار، كاينه واحد الاراده سياسيه للتوجه في هذا المنحه، كاينه واحد الثقافه ولا خلقوا واحد الثقافه ربما اللي لقات ارضيه خصبه بالنسبه لل تسريع المقاولات الناشئه، كيف يعني داروا واحد القوانين اللي سرعات من خلق مقاولات ناشئه في هذا المجال. هذا الشيء كامل السي عبد الله كيبدا من يعني من الاراده ومن الثقافه، حيت الرقمنه فكر ثقافه ربما عندنا كنتشكاو شويه من هذا من هذا الفكر اللي خصنا نخرجوا منه وخصنا نتبدلوا منه في دول اخرى اللي فهموا ولا كانت عندهم اصلا هذه القابليه باش يكون عندهم هذا الثقافه، جناوا الثمار ديال 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 هذه الظروف، ومنها يعني تسريع انزال قوانين للرقي بهذه المنظومه. تكلمتي على رواندا مثلا، غير جرات تونس كانت دوزات الفترة الأزمة السياسية اللي عاشها يعني كانت واحد الرتبة محصرة ما فاتت دوزات واحد المشروع واحد القانون سميتو الستارت اب اكت، يعني مشروع قانون خاص بالمقاولات الناشئة اللي كتخلق لهم واحد الإطار عام اللي يقدروا يتنموا فيه. كان السنغال حتى هي مؤخرا نزلت نفس التوجه، وفي المغرب يعني الفاعلين في هذه المنظومة كيشتغلوا مع الفاعل السياسي باش 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 حتى حنايا ندوزوا هاد القوانين اللي غيكونوا رافعه ما غيكونوش واحد العائق. نعم، وفي الحكومه المقبله ما تنتظروش خلق وزاره خاصه بالمقاولات الناشئه ربما. هاد النقطه مهمه جدا، لان من الاسباب اللي ربما كيأثروا على النضج الرقمي ديالنا في المغرب جوجل امازون لا باس ديالهم هي شركات ناشئه اللي دفعت فيهم اكيد مي هنا بالنسبه للحوكمه ديال قلنا ماشي قطاع، قلنا واحد المشروع تحولاتي ترانسفورماسيونيل. حنا يعني دابا السياسه الرقميه مقسمه بين الوزاره ديال الاقتصاد، عفوا الوزاره ديال التجاره والصناعه والاقتصاد الاخضر والرقمي من ناحيه، وكاين وزاره الماليه وتحديث الاداره اللي حتى هي كتطرق لواحد الجانب ديال يعني رقمنه الاداره، ولكن ما كايناش واحد الرؤيه شامله بالنسبه للمنظومه ديال المغرب بكاع الجوانب ديالها. الا كانت صعيبه ولا ربما لا كان عندنا واحد المسار بما وصلنا للوزاره
ديال التحول الرقمي كما داروا دول اخرى في دبي كنتكلموا على وزاره ديال الذكاء الاصطناعي يعني فتنا هذاك المستوى وربما واحد يعني مديريه ديال التحول الرقمي تابعه لرئاسه الحكومه هذه ممكنه جدا ويعني ما كاينش حاجه اللي كتمنع اننا نشوفها مي النقطه اللي بغيت ناكد عليها هي الحوكمه ديال 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 هذا المجال ولا ديال هذا التوجه هذا اللي خصها يعني تكون مهيكله وخاص حتى السي رئيس الحكومه المكلف يعني يكون فاهم التحديات ديالها ويخليها كأولويه بالنسبه لتنزيل السياسات العامه وكنتكلموا على نموذج تنموي جديد يعطي واحد الاهميه كبيره للرقمنه. نعم سي أسامة شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام على حسن المتابعه ونضرب لكم موعدا جديدا.